أنا في رأيي نعم بأنه راح يكون هناك أيضا عدم يعني التمسك كل طرف من الأطراف بما يفسر بأنه القرار هو لصالحه. الآن اليوم سمعنا بعض الأخوة في التيار الصدري يقول بأنه المحكمة الاتحادية في الفقرة الثالثة أصدر قرار بأنه على بأنه جزاء عدم التزام مجلس النواب به المدد الدستورية هو حل المجلس. طيب. عندما تكون هناك ضرورة. طيب. فلذلك هم التزموا بأنه القرار لصالح التيار. مفهوم. والآخرين الأخوة في الإطار يقولون لا، هناك المدة التي يتم بها لبعض التعديلات ومن ثم تشكيل حكومة ومن ثم طيب إذا اسمح لي مجلس النواب. نعم. كل طرف راح يقول التفسير لصالحه.